نشاط اليوم هو وقفة تضامنية دعت إليها جمعية هيئات المحامي في المغرب للتعبير عن تضامننا اللامشروط مع إخواننا المعتدى عليهم في غزة وفلسطين، ولتنديد بحملة بالعدوان الهمجي الغاشم الذي يستهدف البنايات، يستهدف الأرواح، يستهدف المؤسسات، يستهدف النساء والأطفال، ويستهدف الكبار السن. فموقفنا، نحن أتينا لنعبر عن موقفنا الثابت كمحامين في المغرب على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل المغاربة وكل العرب وكل الأحرار في العالم، هي قضية محورية إلى جانب القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية. جئنا لنقول للعدو الصهيوني بأن آلة القمع التي تستعملها لن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال. الأمر ببساطة يتعلق بمقاومة شعب محتل لمن يحتل أرضه، وهذا حق مشروع بمقتضى القانون الدولي وبمقتضى قرارات الشرعية الدولية. فلا مجال للحديث عن توصيفات أخرى لا يتيحها ولا يبيحها القانون الدولي. ولإخواننا المجاهدين في فلسطين نقول لهم اثبتوا واصمدوا، فإن النصر حليفكم إن شاء الله، رغم التضحيات ورغم الآهات ورغم الآلام، ولكن في النهاية وفي المحصلة فالهدف سامي والهدف كبير، وهو تحرير الأقصى وتحرير كل فلسطين، فيستحق التضحيات. ونحن معكم، ندعمكم معنويا، ندعمكم بقلوبنا، ندعمكم بالدعاء، ونحن على يقين إن شاء الله بأن النصر قريب بحول الله. صراحة إن الإنسان سعيد جدا، رغم أنه رد العدو الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين بالمجازر التي يرتكبها في غزة، هو يتقد هذا الهجوم وهذه المقاومة ذريعة ليحاول أن يلحق ضربة يعتقد أنها ستكون قادمة للشعب الفلسطيني، ولكن هيهات هيهات، إنه أكيد أنه سيأتي غدا خانعا ذليلا يتفاوض مع الشعب الفلسطيني، وأكيد أنه اليوم أو غدا إسرائيل إلى زوال وفلسطين ستعود يعني إلى تاريخها وإلى أمجادها. شكرا جزيلا. اليوم هيئة المحامين بطنجة عبر شبابها وشيبها عبر نسائها ورجالها تقف إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني، تقف انتصارا لغزة، تقف انتصارا لكل فلسطين. اليوم مبارك، يوم السبت 7 أكتوبر،
يوما سيبقى خالدا في التاريخ بالنسبة لكل الأمة العربية والإسلامية وبالنسبة لكل المحامين العرب والمحامين في المغرب وعلى وجه الخصوص المحامين في مدينة طنجة والتابعين لهيئة المحامين بطنجة. اليوم ننتصر للقضية الفلسطينية واليوم نشد عضد كل مقاوم فلسطيني من أجل حرية والتحرير من الجليل الأعلى إلى صحراء النقب. نعم نؤمن بأن فلسطين لكل الفلسطينيين وأن فلسطين تحرر من النهر إلى البحر بعزم المقاومين وعزمهم على التحرير والاستقلال. نعم إن هيئة المحامين بطنجة عبر شبابها وشيبها كما قلت ستنتصر للحق الفلسطيني ما دام الحق الفلسطيني استمرار في التاريخ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.